اهلا وسهلا المتابعين والمشاهدين ديال الشعب الكبير مباشره من محكمه السنه في الدار البيضاء مع الاستاذ زهراش. استاذ بغينا نعرفوا مستجدات في القضيه ديال البرلماني ورئيس الجماعه اللي تشد متلبس قضيه الرشوه ب 40 مليون. المستجدات اللي كاينه في هذه القضيه هذه وان السيد قاضي التحقيق مازال مستمر في التحقيق ديالو طبقا للقانون وطبقا لقواعد الحق وطبقا لقواعد الانصاف، لا بالنسبه لنا ولا بالنسبه للمتهم. اللي كاين اليوم هو ان السيد قاضي التحقيق استمع لاحد مصرحي المحضر وجرى مواجهه بينه وبين المتهم. احنا ما كناش معنيين بهذه الجلسه ولكن حضرنا لانها باغي نطالعوا على التصريحات ديال كافه الاطراف وكذلك نشوفوا الاجراءات اللي كيقوم بها الدفاع ديالو، لان احنا طرف اساسي في الدعوه ومن حقنا باش نبدي وجهه نظرنا في كل ما يروج. وبطبيعه الحال السيد قاضي التحقيق مشكور، يعني لم يرفض ذلك، بالعكس مكننا كما كيمكن كافه الاطراف من الحقوق ديالو، وهي مناسبه باش ناكد للراي العام الوطني والدولي انني انا كل ثقه في القضاء المغربي وخاصه في مؤسسه التحقيق لدى هذه المحكمه اللي كتبشر التحقيق في هذه القضيه. لماذا؟ اولا لايماني العميق بالقضاء، هذا ما فيهاش واحد جوج والا ما كنتش نختار النهار الاول ديال المحاماه. ثانيا كنامن كذلك بقرينه البراءه للمتهم، وفي هذا الاطار لم يسبق لي قط وما عمري غادي يسبق لي نكون كنتكلم على شي اشياء اللي هي كتدخل في اطار سريه التحقيق او المرتبطه باجراءات التحقيق الداخل. ولكن بحال الموقف ديالي من الصراحه المؤقت ديالو هو انا كنقولها علانيه، انا ضد، وماشي غير كنقولها لانني انا عندي ماشي حاجه شخصيه او الموكل ديالي حيت كان كيبتزو هذه 5 سنوات ومنين قال لي الرشوه جابها له هي هذيك بعد ما نسق مع وكيل العام الملك ونسق مع الفرقه الوطنيه. لا انا منيت ضد الصراحه لان القانون كيعطيني الحق باش نقول وجهه نظري في هذه القضيه، وخاصه ان هذا السيد تضبط في حاله تلبس حيت من غير المعقول، من غير المعقول ان نحاسب ونحاكم موظف بسيط على 100 درهم 50 درهم وهذا انسان اولا بصفته منتخبا ورئيسا للجماعه هو موظف عمومي وكذلك هو ممثل الامه. هذه المصيبه، هذاك البرلمان اللي كيشرع علينا المحاربه الفساد والمفسدين واحد منهم تضبط حالة التلبس ويجي اليوم بهذه الصفه يطلبوا له يقول لك الصراحه. ما يمكنش، انا ضد هذه القضيه، ولذلك حتى السيد قاضي التحقيق في العديد من الطلبات اللي تقدمت في هذا الشان كيرفضها والرفض ديالو معلل وحنا كنتفقوا معاه فهذاك الرفض لانه مستند على القانون ومستند على الدستور على المساواه ديال جميع المواطنين امام القانون. لان هذه المحكمه دستينا في الدار البيضاء راه دازوا فيها وزاره، دازوا فيها قضاه، دازوا فيها محامون، دازوا فيها صحفيين، دازوا فيها رجال امن، دازوا فيها رجال مخابرات، كلهم ما كاينش. اذا كيف اليوم غادي نجعلوا من واحد الانسان حيز برلماني عنده استثناء هنا ولا شنو؟ كاين مبدا المساواه في الدستور، كاين مبدا المساواه في المواثيق الدوليه لحقوق الانسان، والسيد قاضي التحقيق لما يقوم بالرفض كيعلل هذاك الموقف ديالو. وانا يعني كنشكرو من هذا الموقف لانه تينتصر للقانون وقيم العدل وقيم الانصاف. ماشي انا مع الاعتقال، انا مناصر للحريه، انا انسان حقوقي، اجر تاريخ نضالي من مورايا. ماشي عاد غنقول بسم الله، انا مع الحريه بشروط واللي كيستاهلها كيديها، ولكن ما يمكنش واحد قبطته الفرقه الوطنيه بحاله التلبس في كل المعاليم ديالها ونقولوا نروجوا الراي العام ونبنيوا الخزاين في جامعه الشراط ونقولوا للعادي والبادي راه نهار الخميس غادي يخرج. اذا من يتدخل في القضاء؟ الاستاذ زراش او الطرف الاخر؟ من يؤثر على القضاء؟ اسمح لي انا ما نقولش اسماء لانه انا باغي نعطي معطيات اللي هي في حدود ما يسمح به القانون. وما يسمح به القانون هو انه حقوق المصالح الموكل ديالي غندافع عليها في المحكمه وغندافع عليها في المجتمع وامام الراي العام، بغى اللي بغى وكره اللي كره. انا ما تحت ما غادي يرهبني، ماشي فوق القانون انا، لا، ولكن انا كنقوم بالعمل ديالي طبقا لما ينص عليه قانون المنظمة لمهنه المحاماه. حقوق ومصالح الموكل ديالي غندافع عليها باستماته. بالنسبه للشهود حضروا اليوم،
حضر واحد اللي استدعى السيد قاضي التحقيق، ومازال غدا ان شاء الله نزيدو نتاكدوا. وحنا كنتمناو ان هذا الملف يمشي الى ابعد مدى، ما نسعى اليه الحقيقه القضائيه، ما نسعى اليه اخي عبد الله من خلال هذا الملف. اولا يتم الانصاف للموكل ديالي، وثانيا هذا الملف يكون نموذج، حيت راه لا تنميه في هذه البلاد ولا سياده للقانون ولا مساواه بين الاطراف الى ما كانش الردع لامثال هذا الشخص في المجتمع ديالنا. تقن موظف بسيط تقدر تعذرو علاش طلب 100 درهم ولا 200 درهم، ولكن واحد مين كيطلب 400000 ديال الدرهم واكثر من ذلك طلب، هذاك الجزء المبلغ مازال ان شاء الله غادي الملف يتناقش وغادي تخرج الحقائق. وجوابا عن سؤالكم اللي طرحوا الزميل ديالكم زعما واش حيت انا كنت اتحاد وباكم اتحاد، هذا الشيء ما عنده علاقه بالمسائل، ما عنده لا علاقه لها بالسياسه، عنده علاقه بالواجب المهني. كان ادي رسالتي وفق ما يرضيه الله وبالقانون، وما غير بني التحدي وما غير خلاني التحدي وما عارفين راسهم وانا عارف راسي. بالنسبه للتشهير بالشهود، التشهير بالشهود حنا الان شوف هذه المساله غادي نتيروها مع السيد قاضي التحقيق، لان واحد المجموعه ديال المنابر اعلاميه واللي هي معروفه اللي كتكسب بناء على طلب، بناء على طلب انا وجه التهم تحد، ولكن مين كيت الاسماء اللي هي مذكوره في التحقيق خصها تبقى محفوظه سر بالطبع السريه. اذا اللي كيخرق القانون وتيخرق السريه هو من مكن تلك القنوات من اولئك الاسماء، ولكن لذلك حنا غادي نقوموا بالمتعهين في ذلك. بالنسبه للمشاريع ديال الموكل ديالك كامله وقفاش بسبب هذا الحادث؟ والمشاريع ديال الموكل ديالي واقفه، هذه ماشي غير في جماعه الشراط، في المغرب كامل. والموكل ديالي الحمد لله رفع واحد التحدي، لانه حتى هو مشاو كيشهروا به وبوليداتو وتيقلبوا على المصدر ديال الثروه ديالو، وتيقولوا بانه دار واحد العمل في صفرو او ازرو جيغابيل بيان بانه شبيه بقضيه دارنا. فاذا به الموكل ديالي تحدى الجميع ودار بلاغ وكيقول الا كان شي واحد كيتسالوا شي حاجه في المغرب يجي لعنده في المغرب. واذا به هما لما الموكل ديالي دار هذا التصريح وقد المضاجع ديالهم، يعني بغاو يديروا ضغوطات اخرى لن يصلوا الى ما مبتغاهم، بيننا وبينهم القضاء، بيننا وبينهم القانون. الموكل ديالي اليوم لانه ما نقدرش نقول لك راه الخسائر بالملايير اللي تسبب له في هذاك التاخير ديال المشروع، وعلى كل حال هو كيسلك المساطر القضائيه المعمولي بها باش يستأنف العمل ديالو. كيف داير الحاله النفسيه ديالك؟ حالته يعني شنقول لك الحمد لله. العمل ديال اللي درت النيابه العامه واللي درت الفرقه الوطنيه واللي درت كيدير السيد قاضي التحقيق مشكور، رجعت الثقه للموكل ديالي، والفضل كذلك يرجع للاسره ديالو والوليدات ديالو والاصهار ديالو والاصدقاء ديالو ولهذا العبد الضعيف، لانه حرام انسان بهذاك المكانه وبهذاك ما قدمه لا لجماعه الشراط ولا لغيرها من الجماعات. والمالوغ هو انه اللي كان السبب في المجيء ديالو هو الاب ديال هذا المعتقل الله يرحمه، وان المختلف الاطياف السياسيه كتعرف الموكل ديالي عمره ما دار السياسه شي نهار، وكلهم كانوا كيخطبوا فيه من اليمين الى اليسار الى الوسط، من الاسلاميين كلهم، راه كلهم الان الى غادي يتبعوا زعماء الاحزاب السياسيه هذا الروبورتاج ديالكم كيعرفوا السي كريم ما شاء الله معروف ماشي غير في جماعه الشراط ولا في الرباط، في المغرب كامل، وما عمره بغى يدير السياسه. السياسه بالنسبه ليه هو العمل اللي كان كيدير في المشاريع ديالو، اللي كيديرها مع المستخدمين، اللي كيديرها مع مكاتب الدراسات، اللي كيديرها في تنشيط الحياه الاقتصاديه في البلاد ديالو. كنا دوينا معاه في واحد التصريح وقال لك كانت عنده علاقه مزيانه مع الاب ديالو. وانا سناكدها لكم، كناكدها لانه عمر يعني تخابرت معاه، يعني انا تنعرف الموكل ديالي اكثر من 30 سنه، صديق الدراسه وصديق الحي، ويعني ربي يسر له مشى هو في هذاك الاتجاه وانا مشيت في اتجاه المحاماه، ولكن بقات الصداقه والعلاقه بيناتنا الاخويه. مرارا تكلمت انا وياه، يقر على انه ما عمره كان موضوع ابتزاز او شيء من هذا القبيل من طرف الاب ديالو ابدا.